مسألة نظم الري أو كل ما هو مرتبط بالفلاح هو الأولوية بالتأكيد لما يبقى معايا المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. برحب بحضرتك معانا يا فندم. مساء الخير أستاذ شريف، أهلا بحضرتك. اللي أعلنه رئيس الوزراء فيما يرتبط بمسألة تحويل نظام الري، المميزات اللي ممكن يحصل عليها الفلاح، الموضوع ده هيتنفذ ازاي؟ هيبقى فيه آلية معينة ياخد بيها القرض ازاي عشان ما يحصلش فيه مشاكل بعد كده وتعثر والناس تبقى يعني بتحسن حياتها فتلاقي مشكلة؟ خليني اقول لحضرتك ان الخطة ان شاء الله احنا بننوي تنفيذها، بداية التنفيذ هتبقى في يناير 2020 يعني مطلع العام القادم، وهتتقسم لثلاث مراحل. احنا بنتكلم يعني كمان شهرين. كل سنة وحضرتك طيب. على طول يعني كده. ان شاء الله على مدار 10 سنين ان شاء الله 2020 ل 2030 نكون انتهينا من تحويل كل نظم الري في الوادي والدلتا الى نظم الري الحديثه اللي هي بديله للري بالغمر. المرحله زي ما قلت لحضرتك التنفيذ هيتم على 10 سنوات، هيتم تقسيمهم على ثلاث مراحل. المرحله الاولى سنتين، دي هتركز على الاراضي الحديثه الاستصلاح اللي هي يعني بتعمل بالمخالفه بالري بالغمر. والمرحله الثانيه هتركز على الحدائق والبساتين، هتكون مدتها سنتين، المرحله الاولى سنتين، المرحله الثانيه سنتين، المرحله الثالثه والاخيره هتكون مدتها يعني ست سنوات اللي هي كماله العشر سنوات، ودي هتشمل كل الوادي والاراضي الحقليه في الوادي والدلتا. التنفيذ هيتم ازاي؟ هندي للفلاح قروض ميسره، اما يعني في بديلين، اما من خلال جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه يحصل الفلاح على هذا القرض ومن خلاله يقدر يصرف على نظام الري الحديث، تركيب نظام الري الحديث، ويسدد هذا القرض على فتره زمنيه طويله ممكن تمتد لخمس او اكثر من خمس. هو في دراسه يا فندم قيمه القرض ده بتبقى قد ايه تقريبا؟ هو في دراسه لتكلفه الفدان وبناء عليها هنحدد القرض، فكل حسب الحيازه الزراعيه هنحدد قيمه هذا القرض، وايضا سيتم تحديد قيمه سعر يعني القرض ده هيبقى محسوب على انا عندي ارض قد ايه وهحتاج لها اغير نظام الري كل فدان بكام. مظبوط كده. وطبعا في حساب هذه التكلفه احنا كحكومه يعني بنقارن ما بين او يعني يعني هنعمل زي منافسه ما بين الشركات اللي هتقدم عروض ارخص في تنفيذ هذه المشروعات سيتم اختيارها، لان المستفيد في النهايه هيكون الفلاح في تخفيض قيمه التغيير او قيمه استبدال نظم الري. فيا اما هندي له قرض ميسر من خلال الصندوق او جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه، او في اقتراح اخر ان الحكومه تنشئ شركه متخصصه في هذا المجال في مجال التمويل، فتقدم التمويل اللازم للفلاح وتستعيد او تستعيد القيمه على مدار ايضا فتره زمنيه معينه خمس سنوات او اكثر وبنفس التيسيرات التي يقدمها جهاز مشروعات الصغيره والمتوسطه والمتناهيه الصغر. ولما يجي يعمل هو بقى مساله التحويل في نظام الري ده، مين اللي بيساعده في تحويله نفسه؟ يعني هو بيعمله منه نفسه، ولا احنا عندنا مثلا من خلال وزاره الري، من خلال وزاره الزراعه هتقول له والله انت عندك بديل واحد واثنين وثلاثه، مكنه واحد واثنين وثلاثه، يعني تساعده فنيا قصدي؟ لا طبعا هيكون في مساعده فنيه من جانب